في علاقة متجذرة وعميقة بين توقعات غير الواقعية وعدم الرضا بالحياة. ما حدا بشك بهالأمر. بالواقع بروفيسور بجامعة كاليفورنيا أثبت بشكل قاطع أنه السبب بامتلاء حضارتنا الغنية والمزدهرة بالناس اللي مش راضيين هو لأنه حسب قوله هو لأنه توقعاتهم مش واقعية. وأنا ما عم بتكلم عن توقعات الواقعية والأهداف بالحياة، مش هيدا يلي عم بحكي عنه، لأنه عدم الرضا هيدا حقيقة قاد لمشاكل عاطفية متنوعة ببلدنا. نحن أغنى وأكثر بلد مزدهر بالعالم وعندنا مشاكل عاطفية أكثر من أي بلد آخر بالعالم. عدم الرضا هيدا أنتج قلة التزام من ناحية شباب وصبايا كتار بأيامنا. عدم الرضا هيدا بيقود لقلة الصبر، حتى انه أنتج يلي بيتسمى أزمة منتصف العمر. وأهم شيء بهالموضوع، عدم الرضا هيدا أنتج جيل من المتذمرين وجيل من المشتكين. للأسف هالتذمر والشكاية والهمهمة عديوا كتار بالكنيسة. المتذمرين بجيبوا تذمرهم معهم. كنايس كتير اليوم عندها نصيبة من المتذمرين اللي مش راضين. نحن مش مضطرين نبحث بعيد لنكتشف انه اول متذمر ومشتكي بالكتاب المقدس كان آدم. آدم كان اول مهمهم بالكتاب المقدس. هو عصي الله وكسر وصية الله، ولاحقا كان عنده الجرأة ليلوم حواء على هالشي. بالواقع تجاوز الأمر بهالطريقة، بقصد تعامل مع الأمر كرجل فعلا. هو لام حواء. مش هيك فقط، لكنه كان بالنهاية عم بيلوم الله. هو قال يا الله لو أنك ما عطيتني هالمرأة ما كنت اخطيت نحوك. عمل هالأمر بدل ما يعترف. ومن آدم فلاحقا عنا جيل ورا جيل من المتذمرين والمشتكين على الله. والعجب انه ما عم ننقل فرح الرب للآخرين. كيف نقدر نعطي يلي ما عنا اياه نحن؟ والسبب بانه ما عنا اياه لانه حياتنا مليئة بالتذمر والشكاية والهمهمة. عدم الرضا هيدا بيجعلنا نبكي على يلي فقدناه، وبيجعلنا نبكي على يلي عنا اياه. لانه بعد آدم ما توقف الأمر، القصة ما انتهت. قايين كان عم يتذمر على الله لشدة قصاصه بسبب قتله لخيه. موسى نفسه تذمر لله لأنه أبطأ بتخليص شعبه، ولاحقا ربي باركه صار هو المتلقي. لما شعب الله تذمر وتشكى وهمهم وتأفف كل الوقت، لأنه الله كان غير مرئي، لكن موسى كان قدامهم دايماً. كان عم يتلقى تذمر كثير. لما ترفضوا أنه تكونوا راضيين بإرادتكم وبفرح بالمكان يلي وضعكم فيه الله، توضعوا أنفسكم بمأزق خطير. المؤمنين يلي عم يتذمروا على مشيئة الله لحياتهم عوض أنه يختبروا الفرح والشكر والامتنان والثقة الكاملة بإيد الله، بيكونوا بمأزق خطر. المؤمنين يلي عم يتذمروا على القادة يلي عينهم الله أو على بعضهم البعض، هالأمر ممكن يقود لعواقب خطيرة. اسمعوا شو بيقول يعقوب خي الرب يسوع برسالته بخمسة تسعة. قال لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا، هو ذا الديان واقف قدام الباب. عدم الرضا يلي بيقود للتأفف ما رح يسلبكن فرحكن فقط، لكن فرحكن لما يكون عم ينفاد بسبب تأففكن وبسبب تذمركن، رح تلاقوا أنفسكن عاجزين عن أنه تنقلوا الفرح للآخرين ويلي هن بحاجة ماسة ليشوفوه. لأنه غير المؤمنين رح ينظروا لتأففكن ورح ينظروا لتذمركن ويقولوا مين عايز هيك مسيحية؟ نسوا الموضوع. أنا مرتاح مثل ما أنا.
أنا مش بحاجة إلكن إنه لما تكونوا حجر عثرة هيدا موضوع جدي كتير عند الله. لأجل هيك بدي إياكم تفتحوا معي رجاءً على فيليبي الإصحاح 2 بدءاً من الآية 12. بولس بيبدأ بإنه يقلن إنه فعلياً خلاصٌ يلي هو عمل الله فيهم لازم يتابعوه ويتكمل بالتقديس، وهيدي كلمة كبيرة يا أخوتي الأحبة، ومعناها إنه نصير مثل المسيح كل يوم. إذا مش قادرين تنظروا لورا وتشوفوا إنكم مشابهين للمسيح هالسنة أكثر من السنة الماضية، إنكم مشابهين للمسيح اليوم أكثر مما كنتم من 10 سنين، ففي مشكلة أكيدة بنموكم. بعض الناس بيقولوا طيب أنا أعطيت حياتي للمسيح واستلمت بوليسة التأمين على الحياة وماشي حالي. لا، خلاصكم مش النهاية بل هو البداية. إنه تصيروا مشابهين للمسيح ببساطة بيعني إنه تعيشوا بطاعة على إله، إنه تعيشوا بطاعة على كلمته. بينما عمل الخلاص من البداية للنهاية هو عمل الله، عمل التغيير اليومي لحتى نصير نشابه صورة المسيح. هو بالحقيقة عمل مجهود مشترك، هو بينكم وبين الروح القدس عمل مشترك بينكم. بتلاحظوا اني ما قلت انه هي مسؤوليتكم بمفردكم، لانه هيدا بيكون خطأ. الكتاب المقدس بيوضح لنا انه اثنين سيادة الله وتجاوب الإنسان لازم يكونوا مشتركين بالعمل سوا، بعملية التقديس، بعملية التشبه بالمسيح. هيدي واحدة من المفارقات الكتير الموجودة بالكتاب المقدس. إيماننا، الإيمان المسيحي، هو إيمان مفارقات بكامله. لأجل هيك بعض الناس بيستصعبوا تقبله. على سبيل المثال، يسوع إله كامل وإنسان كامل، هيدي مفارقة. الكتاب المقدس كتبته مخلوقات بشرية، لكن كل كلمة ألفها الروح القدس، هيدي مفارقة. الله بيضمن للأبد خلاص المؤمن، لكن نعطى وصية إنه نطيعه. الله بيملك وبيسود بتعامله مع كل أوضاع أولاده، هو عم يستخدمها لأهدافه الإلهية، لكنه هو بيتجاوب كرد على صلواتنا. وإذا قادرين فسروا هالنقطة، هي مفارقة. أنا مش مضطر أقلق للأمر، بل بآمن فيه وبوثق بالرب من أجله. الإيمان المسيحي بكامله هو إيمان مفارقات. ولما بولس قال أيها الإخوة تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، هو ما عم بيقول مثل ما بعض الناس بيقترحوا، طيب الله عمل يلي عليه وهلأ علينا نحن نعمل يلي علينا، وبعيشوا حياتهم المسيحية وهن شاعرين أنه الأمر متوقف عليهم. هيدا مش يلي قصده. الله سبق وخلصكن للأبد، هو خلصكن هلأ ورح يتابع ويخلصكن لحتى توصلوا للسماء. لكن لازم تظهروا للعالم هيدا الخلاص. كيف تعملوا هالأمر؟ من خلال سلوككن، ومن خلال طريقة عيشكن، ومن خلال طاعتكن للمسيح، ومن خلال فرحه بحياتكن. هيك بتظهروه. هو ما قال اعملوا من أجل خلاصكن، هيدا مش يلي قاله بولس هون. وأفضل مثل قدرت فكر فيه طيلة الأسبوع هو التالي. شخص بيعطيكن بيت بشكل مجاني تماما، هو إلكن من اللحظة يلي أعطاكن هالهدية صار لإلكن تعملوا يلي بدكن إياه فيه. هيدا هو الخلاص، الله أعطاكن إياه. لكن لازم تخلوه مرتب دايما، صح؟ لازم تخلوه نظيف، لازم ما تسمحوا إنه تطلع ريحته بشعة. لازم تحافظوا على شكله مرتب دايما لحتى الناس ينجذبوا لإله، وإلا بتكونوا عم بتهينوا معطي الهدية، بتكونوا عم بتهينوا معطي الهدية. بالطريقة نفسها شعب إسرائيل حصلوا على خلاص من العبودية بمصر. هيدا كله كان عمل الله، ما كان إلن عليه بالأمر. بالواقع ما كان بدهم يغادروا، كانوا غرقانين لدينيهم بالطين المصري، لكنهم ما كان بدهم يغادروا. وحتى بعد مغادرتهم بطريقة معجزية وخلاصهم كان بدهم يرجعوا. قادرين تصدقوا هالأمر؟ أنا بصدق، لأنه بعرف الطبيعة البشرية وأنتوا بتعرفوها كمان. لكن هالأمر ما غير فكر الله، صح؟ هو حافظ على كلمته وخلصهم لحتى وصلوا على أرض الموعد.
وهو بيعمل الأمر نفسه لأولاده المسيحيين المؤمنين، الأشخاص يلي بيجوا لعنده من خلال يسوع المسيح من خلال الإيمان والنعمة. يعقوب بيطرح السؤال، كيف بيعرفوا الناس أنه نلتوا الخلاص؟ سؤال جيد. من خلال طاعتكم للرب. ومن أجل هيك بالآية 13 بيقول، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. شايفين؟ حتى طاعتكم لكلمة الله هي تتطلب قوة الله. ما بتقدروا تطيعوا بمفردكم. وإذا حاولتوا أن تطيعوا من أنفسكم يا أحب، اسمحوا لكم أنتوا بنص النار من دون مجداف. ومررت بهالمرحلة من قبل لأنه فكرت بأنه بقدر أحفظ حياتي نقية للمسيح بنفسي. وكنت عاني من الإحباط، والصباح التالي كنت أقول أنا رح أعمل أحسن، وأنا رح أعمل أحسن، وبكل مرة بقول فيها رح أعمل أحسن يسوء الوضع، لحتى كلمة الله تحدثني وأدركت أنه ما بقدر حتى طيع الله من دون ما تعمل قوة الله فيي. ومن أجل هيك الرب يسوع قبل ما يرسل التلاميذ ليبشروا بالإنجيل لكل الأمم ويتلمزوا يلي بيأمنوا، قال لهم قبل ما يرسلهم للتبشير، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا. قبل ما يقدر يقول لهم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل يهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، قال لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. ما بتقدروا تخدموا هدف الله بحياتكم من دون ما تعمل قوة الله بحياتكم. من أجل هيك بينتقل بولس مباشرة ليوصيهم أنه يمتنوا عن الشكوى والتذمر. ليه؟ لأنه الشكوى والتذمر وأنه تكونوا عدوانيين دايما هن مؤشرات. إذا كنتوا مؤمنين فعلا هذا مؤشر أنه أنتوا عم تحاولوا تقوموا بالأمر على طريقتكم. وبتعرفوا شو بيصير بهالحالة؟ الكبرياء والغرور بيتعمقوا. لما تحاولوا تقوموا بالأمر بمفردكم ولما تحاولوا تعيشوا بقوتكم الخاصة، فهالأمر ما رح يسبب لكم حرقة قلب يومية يوم ورا يوم ورا يوم، بل رح يعمل حرقة قلب لكل الأشخاص يلي من حولكم. رح يشعروا بهالأمر ورح يختبروا هالأمر، أعضاء العائلة المقربين أولا وبعدين كل العلاقات الأخرى وبالآخر أكيد الكنيسة. عكس التذمر بحسب الآية 15 هو أنه نصير بلا لوم. شو يعني أنه نصير بلا لوم؟ هل معناها نصير كاملين؟ لا. هل معناها نصير من دون خطية؟ لا. يسوع وحده كان كامل ومن دون خطية. معناه أنه تكونوا مكشوفين أمام الله. معناها أنه ما تسمحوا للمعوقات أنه تنبنى بينكم وبين الله. أنه تكونوا بلا لوم هي أنه تقدروا ترنموا مع ناظم المزمور 139 وتقول للرب، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريق باطل واهدني طريقا أبديا. لما نحن أنا وإنتو نبقى بمراجعات مع الله، ومعناها أن نتوب مباشرة، هيدا معنى المراجعات مع الله، رح تكتشفوا أن قوته رح تظهر بحرية وبوضوح بحياتكم، بأنه تعطيكم فرح، ومش فقط فرح يمكن احتوائه بل فرح معدي وبإمكان الآخرين يلقطوه. شوفوا الآيات 15 و16 مجددا، لما ينبع فرحكم من الرضا والطاعة، لما هالأمور تسود على حياتكم، رح تكونوا مثل ضوء 1000 فولت بالليل المظلم والكئيب، يعني مثل النجمة. بأيام بولس أكيد كانوا قادرين يشوفوا نجوم. تعرفوا بعالمنا أحياناً ما بتقدروا تشوفوا نجوم، كانوا يشوفون عم بيشعوا بقوة بالليل المظلم. بولس عم بيقول إنه هالجيل، هالعالم يلي عايشين فيه هو جيل ملتوي، عندهم ذهن ملتوي ومتشابك
حتى قلوبهم ملتوية ومتشابكة، عندهم حياة ملتوية ومتشابكة، ومن أجل هيك فرحكن وفرحي يلي بينبع من العيش بلا لوم أمام الرب، فرحكن يلي بينبع من حياة مكشوفة أمام الرب، فرحكن يلي بينبع من خط التواصل الدائم بينكن وبين يسوع، هيدا رح يكشف الالتواء والانحراف يلي بحضرتنا ورح يجبرن أنه يعترفوا بخطيتهم. لما نور فرحكن يلي بيجي من السير بقرب الرب بشع بالظلام رح تكونوا مصدر توبيخ لإلهم. هيدا ما بيعني انه الكل رح يجوا ويآمنوا بالرب يسوع المسيح بفضل فرحكن، لا، ما تتوقعوا هالأمر. البعض رح يآمنوا، البعض سبق وآمنوا، لكن في البعض يلي رح يرفضوا الإيمان، وهيدا مش جديد، هن رفضوا يسوع. بالواقع إذا شفتوا الأنوار العظيمة بتاريخ الكنيسة طار منه نالوا سخرية وشتائم. الملك فستوس سمى بولس رجل مجنون. بابا بالقرون الوسطى بأيام مارتن لوثر قال إنه مارتن لوثر لازم يدخل إلى مصح المجانين. الهراطقة سموا الإسقف أثناسيوس رجل مجنون. والأعضاء يلي بكنيسته هو سموا لفرانسيس كزافيه مجنون. كتار بكنيسة إنجلترا سموا جون ويسلي مجنون. ناس سموا ويليام بوث مؤسس الجيش المعروف بجيش الخلاص سموه معتوه ومختل. قال بولس إنه لما تقرروا تعيشوا بفرح رح تكونوا مثل شخص عم بيحمل ويقدم باستمرار كلام الحياة لشخص عم بيغرق. بعدين بيكمل بولس لحتى يدل على مثاله ومثال تيموتاوس وأبافروديتوس. هالرجال الثلاثة بولس وتيموتاوس وأبافروديتوس هالرجال كانوا عارفين انهم بشر ضعاف، لكن ما حدا بيقدر ينكر التزامهم الكامل والتام بطاعتهم للمسيح. ما حدا بيقدر ينكر رغبتهم الكاملة والتامة بإطاعة كلمة الله. هالرجال الثلاثة كانوا واعيين لفشلهم، لكن ما حدا بيقدر يشك بتكريسهم ليخدموا كنيسة يسوع. بالواقع أنا بعرف وأنتم بتعرفوا من رسالة تيموتاوس من قراءتنا إلى أنه كان شخص خجول وبيخاف، وببعض الأحيان ما كان يعرف لوين يلتفت. لكن على الرغم من هيك بيقول بولس عنه بالآية 20 ما في حدا مثله. سواء بتعرف هالأمر أو لا، وسواء عجبكن أو لا، وسواء صدقتوه أو لا، يلي رح خبركن إياه هو صحيح، وهو إنه في شخص ما بمكان ما عم بيتمثل فيكن. في شخص ما بمكان ما عم بيتمثل فيكن. للأهالي اسمعوني، أولادكن مش بالضرورة عم بيسمعوا ليلي عم بتقولولن إياه، هن عم بيسمعوا وما تتوقفوا، لكنن عم بيشاهدوا حياتكن. كارسون بيأكد انه بالعالم القديم قبل الثورة الصناعية معظم الاولاد كانوا يكبروا ليمتهنوا نفس مهنة ابائهم. اولاد المزارع كانوا يكبروا ليصيروا مزارعين، واولاد الخباز يكبروا ليصيروا خبازين. بهديك الايام كان التدرب على المهنة يصير عند البي. البي هو يلي بعلمكن كيف تقدم مهنتكن، هو يلي كنتوا تتفرجوا عليه وتشوفوا كيف بيقوم بالأمور خطوة ورا خطوة لتكبروا لاحقا وتعملوا تماما يلي بيعمله هو. وهالأمر بينتقل من جيل لجيل، لكن اليوم بإيقاع سير مجتمعنا السريع في بعض الأولاد ما بيعرفوا شو أهلهم بيعملوا أصلا. عندي امتياز وشرف كبير أنه أولاد اثنين تركوا فرص الشغل المربح ليشتغلوا معي بنشر الإنجيل حول العالم. أنا بشعر بتكريم شديد إنه بيقدروا يشوفوا التزامي نحو المسيح، بيقدروا يشوفوا حبي للإنجيل والتزامي نحو كلمة الله. لكن أيضا إني بشر ضعيف، ورغبتي الشديدة هو إنه ما يتعلموا من نجاحي لكن يتعلموا من أخطائي، ويقدروا يتعلموا من فشلي. بالواقع أنا بذكرهم بشكل دائم بأنه ولائهم المطلق هو ليسوع ومش لإلي. وبولس عم بيقول أنه تيموثاوس تع
تعلم إيمانه المسيحي وخدمته من بيه الروحي، بيدعي ابنه، بيقول هو ابن بالنسبة لإلي. لكن لأنه ولاء تيموتاوس كان ليسوع، بيقدر بولس يقول ما في حدا مثله. تيموتاوس وأبافروديتوس هن شافوا بأم العين كيف إنه بولس أكثر من مستعد بأنه يضحي بأي شيء من أجل المسيح. مش هيك فقط، لكنه شافوا إنه هو ما كان بده يكون التضحية الأساسية. تعرفوا كيف بالعهد القديم كانوا يجيبوا حمل للتضحية؟ بولس ما كان عم بيحكي عن نفسه بالنسبة لهالموضوع، هو بيسمي نفسه السكيب المسكوب. بالعهد القديم لما كانت الذبيحة المحروقة تقدم للرب أمام الله، كانت كباية ماء تسكب على الذبيحة السخنة وتتبخر بسرعة، وهيدا كان أقل جزء من التضحية. الجزء الأساسي من التضحية كان الحمل، لكن الماء كانت الجزء الأقل. دخان طال للسماء وقبول الله لهالتضحية، وبولس قال أنا كباية الماء هيدي. وبتدريب بولس لهالشخصين أظهر لهم أنه بالتضحية للمسيح نحن دايماً عم نعطي الأقل لنربح الأعظم. نحن دايماً عم نعطي الأدنى لنربح الأسمى. ومن أجل هيك لاحقاً بيكمل بيقول بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفتي المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء. ورح قلكن الكلمة الحرفية وهي منا خسارة مثل ببعض الترجمات، الكلمة هي روث، نفاية. هذه هي الكلمة الحرفية، الترجمة الحرفية. اسمحوا لي أسألكن التالي، كيف تقدروا ما تتخلوا عن نفاية مقابل كنز المسيح؟ مين بيرفض؟ اسمعوني، أنا كبرت بالشرق الأوسط وبعرف بالصفات، بعرف الصفات، ما في صفقة مثلها بكل العالم، إنه تتخلوا عن نفاية مقابل إنه تقبلوا المسيح، مقابل الميراث يلي إلكن بالمسيح. بولس وتيموتاوس وأبافروديتوس تضحيتهم ما كانت خسارة أي شيء، بالنسبة لإلهم التضحية كانت خسارة النفاية لربح الكنوز الحقيقية. يا أحب اسمحوا لي أسألكم بالختام، شو هي النفاية المتمسكين فيها؟ ثرواتكم اللي عم تكتسوها؟ نجاحاتكم؟ شهاداتكم؟ شو هو الأمر يلي عم يسلبكم من فرحكم ويجعلكم مشتكين ومتذمرين؟ شو التذمر والتشكي والهمهمة يلي عم يمنعوكم من أنه تقدروا تمرروا فرح الرب يلي عندكم للآخرين؟ وحدكم تقدروا تجاوب على السؤال، ما حدا بيقدر يجاوب هالسؤال عنكم، وحدكم تقدروا تجاوبوا. إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية، أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود. سوف تتعلم من خلاله عن محبة الله العميقة لك، وستختبر غفرانه غير المحدود. وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر، كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي. أطلب نسختك المجانية الآن.